عايزين نفهمها شويه وعايزين نعرف الجمله دي ممكن تعمل ايه في المجتمع المسيحي. بس الموضوع بس مش مناقشه الماده الثانيه احنا قابلينها ولا لا، ده جمله مضافه للماده الثانيه. الجمله بس الجمله المضافه مش ان احنا بنتناقش هل احنا الماده الثانيه عايزين نشيلها ولا نحطها. بس ده موقف معروف هي رد فعل الماده الثانيه هي انسانيه مرفوضه طبعا مش مرفوضه. خلينا مش اللي احنا نقدر نتكلم زي ما جه مش كده بالظبط حاجه ما صح لكن ما الموضوع اللي احنا مش موافقين عليه ده معروف كلنا مش موافقين على ده. المشكله ان هي هتتغير من مبادئ الاحكام لان ده فكر طيار. لا لا بس سلفيين بس سلفيين بس اللي عايزين الاحكام الاخوان الحريه والعداله عايزين يخلوها زي ما هي. انا شايف الفنون واحد. لا 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 هو الحريه والعداله عايزين يخلوها زي ما هي. المهم انا اسف عشان الوقت بس ضيق فانا هختصر الموضوع بسرعه قوي. بعد ما الثوره بعد سقوط النظام السابق ابتدت حكايه الدستور الجديد يطلع يطرح ويبقى على الصفحه. ولان البطرخاره كانت تشتغل بنظام معين فما بدرش حد منها ان هو يطالب باي حاجه خاصه بالدستور. طلع علينا اول حاجه اثنين. اول واحد نجيب جبرائيل نمرة واحد. اثنين نجيب ساويرس. الاثنين طلعوا بيطالبوا بالغاء المادة الثانية من الدستور. ساويرس لا ما كانش معترض. معترض. طلعوا الاثنين دول لان المؤسسة الدينية اساسا بتشتغل زي استطلاعات رأي. شوفوا الاول رد الفعل في العلم بالظبط كده ايه اللي هيحصل فيه. فلما لقوا ان الرفض الموجه بتاعته كبيره جدا والاصوات تصاعد لدرجه ان الشيخ حسان قال لك لو لغوها احنا هنعلن الجهاد. الموضوع كبر قوي راح طالع بمزايده قال لك لا انا مع ابقاء الماده الثانيه من الدستور. بس يحط بعديها نضيف فقره ولغير المسلمين الاحتكام الى شرائعها. احوالهم الشخصيه اتبنى المقولة دي من ساعتها ساويرس وكانت جزء من برنامج بتاعه حزب المصريين الأحرار. اتبناها تماما. خطورة المادة دي أول حاجة بنظرة كده بسرعة عن قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالأعضاء. خطورة الإضافة مش المادة، المادة مش خطيرة علينا. لا لا محددة احنا عايشين فيها ما هياش خطيرة. اللغة العربية هي لغة الدولة والدين الإسلامي هو مبادئ الشريعة الإسلامية. هي مصدر التشريع. مصدر التشريع دي مش خاطرة علينا في حاجة. لا لا. قوانين الأحوال الشخصية من سنة 1955 لما اتلغت المحاكم المليه اللي هي كانت بتحكم وفق نصوص لائحه 38 اللي بيحل الحالات في تسع حالات الطلاق في تسع حالات. البطرك لغاها تماما سنه 2008. النهارده بقى عنده اشكال كبير جدا ان كل اللي بياخد احكام طلاق هو ما بيجوزهوش ومن حقه ان هو يرجع عليه بالدعوه القضائيه زي بالظبط مجدي ويليام طليق هذا اللي اخذ حكم الاداريه العليا بتزويجه البار الشنوده البطرك الشنوده بالظبط. هو النقطه باختصار هو مدنيا ودي برضه النقطه على هي كانت كبيره جدا وكنت عايز افرض صراحه في وقت اكثر بس للاسف الوقت ضيق. من جزء من مطالبنا هو سن قانون مدني للاحوال الشخصيه للمسيحيين عموما. بقت اصبحت حاجه ملحه لفض الاشتباك ما بين الاحتياجات الانسانيه والقناعه الدينيه. احتفظ بقناعتك الدينيه ايا كانت هي. في اكتر منك تشددا في ان هم بيرددوا لا طلاق على الاطلاق براحتك بس داخل حدود المؤسسه الدينيه داخل حدود كنيستك. لكن ما تفرضش عليا انا الوصايا الدينيه ما تتفرضش عليا ما تتحكمش بيا باسم الدين مش مسموح لك انت بتعتدي على حقوقي المدنيه. كل المحاولات البطرك كانت لاسقاط قانون 1955 اللي حاول بتعديل باجراء غير قانوني سنه 2008 ان هو يعمله للائحه 38 كان عايز ينسفها من الاساس بالفقره دي كان هيسقط ويمرر قانون لا انساني
لا طلاق إلا العل في الزنا والزاني لا يزوج مدى الحياة. وبالتاني مخالفة برضو مخالفة تانية لحق دستوري، إن الجواز حق دستوري ومكفول في مواثيق حقوق الإنسان كلها. كمان دي كانت مخالفة ليه، وحاول يفرضها على كمان كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس اللي عندهم حالات متعددة على حسب لائحة 1937 الخاصة بيهم، بفكر ما عملش حسابهم في حاجة. وبما أن المسيحية ديانة غير تشريعية من الأساس، حتى لائحة 38 اللي احنا بنقول دي كانت من منظور ديني فهو مش نص كتابي، ده قانون وضعي. فبالتالي هتصبح التشريعات اللي هتسن بموجب السند الدستوري بالفقرة المضافة هي قناعة اللي قاعد على الكرسي، هو اللي هيشوفه ايه الصح يتحكم في المصير بقى. بالظبط كده بالظبط. خطورة المادة دي، خطورة الفقرة دي، ان هي بتقول ولغير المسلمين، هو ما يقدرش يحدد، ما يقدرش يحدد الاحكام الى شرعها. طيب النهارده فتح الباب لغابة من التشريعات، النهارده غير المسلمين اذا فشل قانون الموحد للاحوال الشخصية، اذا فكل طائفة هتتقدم بقانون خاص بيها. غير كده بهائيين شيعة واي ديانة او معتقد تاني معترف من قبل الدولة فعليه الحق ان هو يتقدم بالقانون بتاعه. اذا خلق غابة من التشريعات، غابة من القوانين، تنسف تماما تماما المساواة والمطلع. بمعنى النهاردة في امور كتيرة قوي مش خاصة بالعقيدة، بمعنى مثلا الحضانة، حضانة الاطفال كمثال، قانون الحالي 15 سنة، في القانون الموحد كلام 11 سنة. اذا احنا لو في حالة طلاق انا استلم طفلي وعندي 11 سنة ان انا مسيحي ومسلم، يستلم طفله وهو عنده 15 سنة، انت نسفت مبدأ من المواطنة اللي انت بتنص عليه في المادة الاولى. بالظبط بالظبط، هو المساواة. خلقت غابة من الشريعة، زودت سيطرة الكنيسة باسم الدين والمواريث كذلك. المواريث النهارده المواريث اللي في القانون الموحد كان الست زي الراجل بالظبط، البنت زي الراجل. طيب النهارده ممكن الراجل بقى من المسيحيين يروح جاي قال لك لا انا عايز اطبق عليها قانون عام. المذاهب عايز ما انا هاخد ضعف البنت، فانا عايز مش عايز يرجع لشريعته الخاصة. بالظبط بالظبط، مصلحته فين؟ بالظبط بالظبط مصلحته. فاحنا بنرفض الفقرة المضافة اللي هي هتزود هتزيد من سيطرة وسلطة الكنيسة على الشعب باسم الدين، وسن قانون مدني للأحوال الشخصية اللي اصبح حاجة مريحة. طب مواريث وزواج اكيد في حاجات تانية برضه ممكن التبادل، هو هو تنازل عن الكلام ده زي الدكتور شرشة حبيب بباوي الشؤون المدنية، لما الدكتور شرشة حبيب لما اترفع قضية في القضاء الإداري اتحكم له علشان اللي هو انه ما تمش مواجهته. فانت دلوقتي لو في الماده دي موجوده في الدستور يقول ولا شؤون احوالهم الشخصيه وشؤونهم الدينيه، طب احنا شؤوننا الدينيه شؤوننا الدينيه ممكن كده ممكن يجربني من مسيحيتي اصلا. اه انت بيستندوا ايام بابا شنوده ان لا طلاق العلة في الزنا على انه هو يطبق الشريعه في الكتاب المقدس. لا توجد ايه نصية في الكتاب المقدس نهائيا، وعلى مسؤوليتي بقول الكلام ده هو فيها لا طلاق الآية دي مش موجودة في الدين أساسا. دي بص ده بقى إيه؟ لا طلاق إلا لعلة الزنا، العلة حاجة والزنا حاجة تانية. وعلشان نوضح احنا مش عايز أطلق مش هشرح دي يا أسامة. بص حبيبي لا طلاق على الطلاق، لا طلاق على الطلاق، عشان في آية بالظبط لا تفريق إلا امريكا اللاتينيه ما طلقش، ده الاصل اللغوي بتاعها. انا اسف الكلام ده مش موجود خالص، انا ما بتكلمش في تفريق حتى لو يعني على راي فادي، حتى لو حكومه ما فيش طلاق ابدا يا جماعه. مش بس خيانه، بس موضوع طلاق مش موضوع طلاق، كلمه خيانه دي عامه اكتر من الزنا. بغض النظر عن الرأي الكتابي وتفسيره، بغض النظر عن قانون الشريعه، فصل تام ما بين قوانين المدنية واللوائح الكنسية، فصل تام. ايا كانت قناعة الكنيسة بتقول ان في طلاق ما فيش طلاق، اسباب الطلاق ايا كانت، في فصل تام ما بين ده هو المنفذ والمطبق في العالم كله. احنا ما بنفتحوش هذاك الصورة، يعني حتى الفزاعة اللي هم بيستخدموها بالكتاب المقدس، ان هو بيعمل لك فزاعة بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول كذا،
ما انت تخالف اي كفاره اكمل كلامي مع حضرتك. حتى الفزاعه دي غير موجوده يعني حتى دي دعاء دعاء يعني انت بص بص وده مثبت في دراسه معموله من قلب واقع الكتاب المقدس ومن قلب كتب البابشنو ده طيب. وعندي دراسه جميل 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 بس في حاجه الكوره ما تترميش في ملعب الدين لا ما هو يعني بص انا باخد لازم تقول المرجعيه لكن المرجعيه هنا معلش احترام المرجعيه مش داخل الكنيسه هندخل المرجعيه ندخل مرجعيه للشريعه المرجعيه هيحول ما فيش بين الشريعه المسيحيه انت شريعتك ايه في الدفع شريعتك معلش شريعتك ايه ممكن يرجعونا لشريعه شريعتك انا متاح ان انا اتجوز اربعه بس مش اكتر من طيب حاضر مش الحوار شويه يا جماعه طيب ملاحظة صغيرة بس هو في لكن اتجاهين في الكلام في اتجاه بيتكلم مدني وفي اتجاه بيتكلم ديني تمام فهي بس السؤال انت عشان تمشي في سكة مدني هتواجه الدولة لان الدولة هتخاف ان القانون دوت يخلي المسيحي يتجوز مسلمة تمام وفي اتجاه تاني انك انت ثانية واحدة بس معلش احنا ادينا في الليل يعني معلش احنا ادينا في الليل بص بقى قانون المدني خاص بالمسيحيين بكرر خاص بالمسيحيين او يبقى انت برضه هنا لغيت المواطنة اصبح في قانون للمسيحيين ثانية واحدة كفي حاجة من الاتنين ما هو الشريعة ما هو كده مش شريعة ما هو الغير المسيحيين شرائع غير المسلمين شرائعهم برضه يعني بس اكمل فكرتي بس انا اقصد ان هو في اتجاهين هتحارب الدوله في قانون مدني ولا هتحارب الكنيسه في تفسيراتها للكتاب المقدس انهي اسهل لا بص انا اقول لك على حاجه لا 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 طبعا 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 صحيح مش بس بنعمل طايفه التوصيف في ايد مين التوصيف في ايد مين انا عايز اوضح حاجه بس الاسس القسيس اللي هو في درجه قسيس مأذون هيقول لك اتفضل دفتر الجواز إذا النهاردة بتخصصهم اثنين الدولة والكنيسة قانون المدني ليه خصوص قانون المدني طيب في روماني عايز يقول حاجة اتفضل روماني بس هو في أمر اللي احنا بنتكلم فيه عشان بس من ما ناخدش ما نتخطفش في قصة التفسير دي ودي فرق احنا راجل هنا أستاذ بالفادي بنتكلم على الناحية المدنية أنا دلوقتي واحد لو أنا مثلا عندي قناعتي إن أنا عايز أتجوز تلقى قوة الإنسان أنا القانون المصري ما بيتحليش القصة دي لأنه لازم يا إما مأذون يا إما قسيس معاه موصف تمام التوصيف بتاع الشهر عقارب عقد وليس زواج لانه القانون المدني المصري بيفرق بين العقود وعقود الزواج لانه الزواج ده يبقى ليه هيترتب عليه حقوق ثانيه بالقانون تمام وتهد ده استاذ فادي يطلب عليه ومش لكن انا لما اجي اعمل بيني وبين واحده عقد اسميه ما اي اسم واخد عليه صحه توقيع ولا اخد عليه توثيق انت بتوثق عقد تمام لكن اروح رايح للمحكمه هيقول لك اه العقد متوثق بينك وبين هذه الطرف الثاني اللي هو اسمها فلانه تمام لكن لما اجي اخد حقوقي انا مش هتلاقيها حقوق الزوجيه هي مش هتلاقيها تمام فانا اجي بطلب دلوقتي ان يكون في قانون للزواج مدني للمسيحيين الجواز والطلاق ثانيه واحده بص الجواز دلوقتي ما بيتمش التوثيق فيه غير على ايد الكاهن حتى هو رقبه الكاهن المأذون تمام كويس اذا انت النهارده عايز تتجوز مدني هتاخد خطيبتك وتروح الشهر العقاري يقول لك توكل على الله ما عندناش الكلام ده توثق عقد مش زواج لا انت ما بتوثقش بالجنس عشان في محكمه الكاهن هو اللي بيقول لك انا مش هقول لك عقد زواج بس هقول لك عقد ما بتعملش حاجه مشخص ما بتروح اصلا ممنوع المدنيين يروحوا والكاهن هو لازم يروح لازم اتضمن فيها انه مش هيبقى زواج احنا نعلق الضفة ما فيش توثيق مدني لاي عقد خاص بالجواز في المسيحيين الا في حالتين اختلاف الملل او اجنبيه أيوة. او ان هو يكون في طرف اجنبي بس طب الثاني اكمل بقى نقطتي اكمل نقطتي اللي هو اللي احنا المفروض بيه دلوقتي ان انا مش هفسر اي كلمه انا واحد من الناس مقتنع ان انا لو جوزت واحده تمام ولو هي سابتني وغيرتني مش هتجوزها دي قناعتي الخاصه انا حر بيها تمام اتبعها زي ما انت عايز لكن ما تحجرش عليا ان انا اؤمن بيها انا ممكن انا واحد من الناس لو عندي قانون مدني انا هروح اتجوز في القانون المدني وهبقى انا وهي انا ومراتي بينا زواج الى الابد تمام لكن انا مش هروح اتجوز في الكنيسه لانه جواز الكنيسه ممكن اتجوز فيه ومن ناحيه ثانيه اخون مراتي واطلقها واتجوز ثاني دي حاجه بغض النظر انا ما بتطرقش للاسباب الانسانيه انا بتكلم ان انا ما تجبرنيش في حاجه انا اذا نقدر نضيف مثلا اذا اراد بالظبط هي دي اذا لان في جهات هتصمم على الـ على الـ على الاضافه دي زي الكنيسه الانجيليه لان الكنيسه الانجيليه عايزه جزئيه التبني وده كان مطلب رئيسي معاهم في القانون الموحد
عايزه تمرر باي طريقه، فبالتالي الكنيسه الانجيليه هتطالب بالاضافه دي للماده دي للدستور، الاضافه دي تتحط في الماده الثانيه للدستور. فحل من اثنين، احنا هنطالب يا اما ان هي ما تتحطش، او لو اتحطت ما تبقاش ملزمه ويطبق القانون العام. القانون العام لو طبقوا عليك هو مدني، الشريعه الاسلاميه مدنيه. الشريعه الاسلاميه والشريعه الاسلاميه مدنيه، اللهم الا قليلا. بمعنى النهارده الشريعه الاسلاميه بتقيدك انت او بتحد حريتك في ايه؟ دلوقتي انا مش محيي اوصل لمناصب معينه في الدوله. لا انا بتكلم فيما يخص الاحوال الشخصيه. بس هو عموما بتقيد. لا 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 انا بتكلم على الاحوال الشخصيه، الحته دي الماده المضافه للاحوال الشخصيه وشيء منهم الدينيه. بتيجي على المراه. ايه؟ بتيجي على المراه. بتدي الحق يعني امبارح مثلا مرنا قانون سن الزواج، ما هو احنا ما ناخدش حاجه اللي تعجبنا الصراحه سن الزواج شايفه مش مريحه جدا. لائحه 38 اقرب حاجه لتحقيق الطلاق فوق الثلاث سنين، وخش محكمه دخل سجن، خش محكمه. لو الطرف الثاني بيعاند معاك هتقعد لك 3 4 سنين في المحكمه. ده غير ما فيش حاجه ثانيه. انت طلقته دلوقتي، ثانيه واحده انت طلقت كويس، هل لائحه 38 تضمن لك الشق الثاني بقى الجواز؟ لازم هتتجوز غصب عنك في الكنيسه. لا لا، دفتر جوازك هات. انا لو جوازت في الكنيسه وفي لائحه 38 مطبقه ما يعني مش هتحبس يعني. مش لا مش هتحبس ولا تطبق عليك عقوبه. لا يعني ايه الجواز؟ سلطه ايه الجواز؟ مش هتحبس جوه الجواز اقصد يعني مش حاسس. أيوة يعني بس انت عندك سلطه ايه الجواز ما زالت بايد الكنيسه. انت فاهم يعني ايه؟ هو انا بس يعني كل الهاجس بتاعي ان انا ما اخشش في مواجهه مع الدوله هخسرها. لو طبقوا علينا القانون العام وحقوقنا في المواطنه والمساواه، واخد بالك ازاي، خلصت الموضوع. طيب ممكن نخش في التوصيات اللي عندنا. اول حاجه اللجنه